تعرفون الكبير؟ هذا هو الكبير بغلافه الجديد، شكل يعكس جودته والطعم اللي تحبونه، تتخيلونها من أول نظرة وتحسون بلذتها، والشكل اللي تشوفونه يلهم اللي بتسوونه، والنتيجة شكل جديد، تصاميمه تعكس اللي فيه وتحبونه من أول نظرة، لأنه يعطيكم اللي تبونه والطعم اللي تحبونه. ومهما تنوعت الأذواق فما عليه اختلاف. الكبير بشكله الجديد يفرق عن غيره، والفرق ما هو عادي. الكبير والفرق كبير.